الوزارة في كل عيب عيب في 2022 والناس كتموت بسبب الإهمال. بلا 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 غنديروا غنديروا حتى حاجة ما كاينة. علاش؟ داك فاش سمعتي الثمن ديال لومبيلونس شحال الثمن جاك باهظ ربما قضية باهظ راه عاد شي خطوات لهنا البولي كلينيك ماشي الثمن باهظ غير الإنسانية اللي ما كايناش غير الإنسانية ما كايناش. ها السيد راه بزاف بزاف بالنسبة ليا بزاف ولكن ملي غنشوف با كيموتو الثمن ما غتبقاش غتضر. الا جيت عندك خويا قلت لك با كيموت عاوني ما غتعاونيش هادشي اللي غندير غنطلب نطلب باش نبقى نداوي ياك فعلا غنطلع نمشي عند العائله باش بنداوي. الله يسمح لينا من الاول وكلنا مغاربه كنا في الانسانيه كيبقى فوق عند واحد صغير كعاق السيد كيطلب كيبقى فوق ماشي حنا يهود وحاجه باش نكون يهود وهذوك اليهود راه حسن منا حنا فيهم الانسانيه علينا. نتمنوا ليه الشفاء الله يشافي الجميع. الله الحاله واضحه والامور باينه والسيد مندوب وزاره الصحه مدينه المحمديه في ثبات عامر والسيده ديال 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 الجهويه ديال الصحه حتى هي في ثبات عامر الوزاره في ثبات عامر. عيب عيب في 2022 والناس كتموت بسبب الاهمال. ولكن يعني السؤال الذي يتبادر للذهن السيد ريس وغريس هو اننا شفنا وقفات شفنا يعني حوارات شفنا نزاعات شفنا الناس غوتت فاعلين جمعويين حقوقيين واش يعني انا ما عمري شفت انا ما عمرش شفت وقفه على قبل المواطنين شفت وقفه على قبل الموظف هذيك بوحدها. لا لا كانت كانت لا كانت انا كنهضر على شوف كانت على موظف اما المواطنين يجيو يوقفوا على قبل الصحه ديالهم وعلى قبل السبيطار ما عمرني شفتها. زيدي باش نكونوا فاهمين كاين المشكل اللي كاين دابا حاليا وهو حتى السكوت ديال المواطنين. يعني انا كتحمل واحد النسبه المسؤوليه يعني انا ماشي كنحمل لهم المسؤوليه لا حتى هما مغروبين على الامر ديالهم. نعم لكن بالنسبه المسؤوليه كبيره والاولى على العاتق ديال الوزاره ثم المندوبيه. ملي كنقول الوزاره كنجمعوا فيها المندوبيه كنجمعوا فيها الجهويه كنجمعوا فيها كل شيء هذا واش كنقول الوزاره. والتدرج يعني في العمل حاجه طبيعيه ولكن الواصي عليهم الكبير وهي الوزاره. السؤال الرئيس واش نظرك هذا المستشفى كافي للناس السكان ديال مدينه المحمديه؟ واش نظري انا صاحبي هو باين شوف كانوا شي باك طاح كانوا من الخيمه خرج من هنا اش هذا كافي اش كافي هذا ما كافيش هذا. شنو رايك في المستشفى الاقليمي اللي فين هو؟ 2022 فين هو؟ حبر على ورق فين هو؟ حلم وعود كاذبه الناس راه كتعاني لداخل وعود كاذبه من جهات منتخبه هادشي غير اللي شفنا اليوم وجهات قلت لك منتخبه كذبات على 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 المسؤولين على على المواطنين باش نكونوا واضحين يخرجوا دابا يكذبوني ويعطيونا وثائق كدل على ان فعلا كاين مستشفى واعطينا كاين انت حتى تحيد 400,000 ديال ديال الناس اللي كاين في المحمديه حشومه. السيد ريس وغريس شحال كاين من تقريبا من جمعيه حقوقيه داخل مدينه؟ كاينه 1700 وما يزد عليها. تنهضروا على الحقوقيين. كاينه تقريبا شي 8 حتى 12 جمعيه حقوقيه داكشي متفرع. هل في نظركم يعني ترافعت كما يجب على ملف هل في نظركم يعني ترافعت كما يجب على هذا على المستشفى؟ كل واحد كيشتغل على الوتيره ديالو. انا شخصيا عن نفسي ترافعت ماشي مره ماشي جوج قدمت شكايات قدمت ما خليت ما درت ولكن لا حياه لمن تنادي بقاو دائما في هذه الكلمه السيد وزير الصحه لا حياه لمن تنادي شكون يعني نفسي ترافعت ماشي مره ماشي جوج قدمت شكايات قدمت ما خليت ما درت ولكن لا حياه لمن تنادي بقاو دائما في هذه الكلمه السيد وزير الصحه لا حياه لمن تنادي باش نكونوا واضحين واتحمل مسؤولياتي وإلا قال شي حاجه انا عندي كلشي مسجل. ثم شيء اخر هي ما كنتش راسلتو غنكون راسلتو تقريبا واحد 50 ولا 60 مره. سيدي صغريس شيء اخر انا كأم ويعني وام لطفله مريضه بمرض مزمن راه هناك خصائص بزاف الاطباء خلوا غير المرض ديال يعني هنايا المستشفى يعني بالنسبه للمستعجلات يعني حتى طب الاطفال في القلب يعني كيمشيو لكازا. دابا هنا هذا هو السؤال. هناك تخصصات عديده كنزيدوا علينا بالرغم ان الراميد كنزيدوا علينا. غادي نجاوبك اختي غنجاوبك اختي. السؤال اللي كنت طرحت انا شحال هادي فاش كانوا كيقولوا مستشفى اقليمي انا كنقول لهم لا ما تقولش لي مستشفى اقليمي اعطيني مستشفى متعدد التخصصات. بطبيعه الحال. اعطيني مستشفى متعدد التخصصات علاش؟ لان عندنا صحاب الربو عندنا صحاب الربو
عندنا صحاب القلب، عندنا صحاب الدياليز حاليا راه داروا واحد الجمعيه تكلفت وعطاوها واحد المقر راه تما تبدا. عندنا عده امراض ما عندناش اختصاص ديالهم هنا. حنا عندنا مشكل بعدا في السكانير، عندنا واحد السكانير هنا فين ما كيجيو مواطنين ويخرج واحد يكذبني، كيجي مواطن كيبغي يدير السكانير واما الطبيبه ما كايناش، واما هذاك السكانير واما خدام ديال العظم والراس ما خدامش الجهاز الهضمي، واما خدام الجهاز الهضمي وما خدامش الراس والعظم. بغينا شي واحد يخرج يفهمنا. وعند ان سمح لي سيدي سوريس، عند ان حالات كتمشي من مستشفى مولاي عبد الله بليفيكتاسيون كذا وتيقولوا لهم عندكم هذا التخصص رجع للمحمديه، كاينين حالات اللي رجعوهم للمحمديه، من يتحمل المسؤوليه؟ روح شومه على مسؤوليه. انا غنتحمل المسؤوليه، الاسبوع انا كنقول لكم كتحمل المسؤوليه وزاره سهلينا، ماشي مواطن، ماشي غير المندوب، ماشي غير الجهويه، اللي كيتحمل المسؤوليه هو الوزير بنفسه. عمرك سمعتي وزير جا لهنا وقف عليهم؟ عمرو جا وما عمرو غيجي، ما عمرو غيجي. علاش؟ لان المواطن هنا ما كيسوى عندهم والو، واضحين. حنا دابا النداء ديالنا ولا متوجه لسيدنا الله ينصرو، هو الوحيد اللي يقدر يشم من الشعب ديالو، هذا حق دستوري. الطبيب والصحة حق دستوري، كنتمتعوش به حنا كمغاربة. ظل النظام ديالنا اللي هو نظام ملكي دستوري برلماني اجتماعي. والسلام عليكم. السلام عليكم خويا، وكتكون جاوية برايس على كاين الجو اللي كدير خويا. شوف والله انت عيب وعار مستشفى الاقليمي مدينة المحمدية بالكريشة، والله عيب وعار. كاين لبن انا براسي جيت نخيط عندهم، قال لي سجلي البرق انا بعدا سجلي البرق، قال لي عيل عاد سجلي البرق ياك خيطت بلبن. شوف واش حضرتي المشكل اللي كان اليوم ولا سمعتي؟ انا ما حضرتش المشكل، جاي دابا جاي من الخدمه وسمعت عليا. كون صحابهم بغا يديروا لي يا خويا، شنو نقول شنو السيد كتشوف فيه دابا؟ عيب وعار. شوما السيد يجي يداوى ياك ويعاونوا بحال هكا. علاش الدول الاوروبيه تيجينا بزاف زين فوق الطيح كيجي ودوك باقي ما قلتش لهم تواد اخويا. عيب وعار والله والله. كنتمناو المدينه كتمناو تزيد لقدام، ماشي كترجع للور كترجع للور. هذوك اللي نجبدو كنت كنتمناو المسؤول ديال الصحه ديال المحمديه، المسؤول ديال الصحه ديال المحمديه فين ما كاينش باش ميش واش شي ماشي ما كيضروش؟ كان هو ود مدينه المحمديه شي خصو يضرو، بلاك خصو يدخل السبيطار نفس الضرو. جو الناس اللي هما معروفين اعلاميا البيبان كاع ما مسبوقين كتدخل لداخل اي تعيب وعار. انا بعد انا ود مدينه المحمديه كنشوف هادشي خاطر كيضرني قسما بالله. عاد كنتعلم من الداخل. كاين مشكل سي خصو بنادم انا اللي كان فيه الموت والله من جهه خويا هذا السبيطار قسما بالله. الموت دار ما كاينش شي، ما كانش عندك فلوس في البلاد عطني الموت الجامع. ايوا يا ربي يا ربي دير شي تاويل بزاف هاد المدينه. تمناو تزيد نتوما قدام باش ترجع اللور اللور اللور. شكرا الكلمه ديالك الاخيره. دير بوليكلينيك ودير العمليه كما كتسمعوا. انا الاب ديالي ربعه السوايع هو هنا لحنين لرحيم غنتسلف باش نديه البوليكلينيك. علاش؟ ما غندويش على الطبيبه الله يحسن العون. هذيك حتى هي غا بحدها. أنا كندوي على الإهمال ديال مندوبية الصحة. وزارة فينا هو؟ خلي من الوزارة، المندوب اللي مكلف بالمحمدي ديال الصحة فينا هو؟ ما كاينش شحال يوقف يشوف هاد الحالات. هادوك الناس اللي كانوا كيغوتوا في الانتخابات فينا هما؟ غندير لكم سبيطار وغندير لكم طبة فينا هما؟ أنا ما غندويش على الطبيبة الله يحسن العون، ما غندويش على المستشفى اللي فيها خمسة الناس ولا ستة. شحال غادي يقعد؟ شحال غيعتقوا هاد الناس؟ شحال غيعتقوا؟ لا إله إلا الله. سيد مسكين هاي الشوب على عينيكم تات الشرطة. علاش؟ حيت بنتو كتموت رعانة بيا وجبد با كيموت وما غنصبرش عدا واحد اللي بنتو كتموت. يمكنك تشرحي لنا شنو الحالة ديال الأب ديالك؟ شنو المشكل عنده؟ ديال الأب ديالي دار أكسيدون جبناه كأي سهل على الناس ياك. جينا لقينا الناس هنا في حالة، أنا سمحت في بالي حكي البياض هالناس حاضرين، وليت كنقول لهم عتقوا غير هذوك البنيات الصغار. أنا نوبت با خليوها هي الأخرى، هذوك البنيات الصغار اللي خاصهم يتعتقوا. الولد مسكين مات، علاش؟ عنده الضيقة. كيناجي مولاه باش يتعتق. مشكل ماشي في السبيطار، مشكل في الدكاترة ما كاينينش. راه الله يحسن العوان، راه طبيبة وحدة راه عندها 1000 مريض، شي سكران شي مقرقب شي كي غديرها الطبيبة. خاص يكونوا دور دكاترة مساكن عا كيتشمشوا يديروا لهم على السينار في الشهر. راه كيديروا عضرابات حدا السينار في الشهر، عا يخدموا وفرحات عليهم.
بفرحات عمره وعب السيارة. شوف 100,000 واحد كيتسناو جميع المدن تقادو.